محمود شفته هنا كيف؟ الغابر زين اللي هو اللي عمله. آه عمل ايه؟ ما تفهم بقى محمود بلاش مصلحه انك تلحسين اخوك. هتقول لي مصلحه مش مصلحه؟ محمود اللي عملها يا علي ومحدش هيعرف له طريق جره. طب وهتعمل فيه ايه؟ هعمل فيه ايه؟ يا سوي على الهادي بتجيب كل اللي ببطنه قبل ما اخلص عليه. واه ما انت لو قتلته الفخريه هياخدوا الطرهم منيك وامك كمان جوزها وعيالها التنين هتفرح ساعتها يا احسن برضيك ما تبوظ كلنا ومحدش يرفع عينه في ولاد فخر. هتعمل ايه يا عم؟ من الحاله يا علي هسال ابوي كان كل حاجه بتنيتنا في الاخر ابنها اما طاروا. لا يا علي ده يبقى اخر يوم في عمري يوم ما اما طارك يا حسين. يا عم انت ما خبرش شيء واصل. كيف يعني؟ فك يا عم فك. محمود ما قتلش اخوك. لما اخوك مش عندي يا عوض وانا راجل صح لو كنت قتلته كنت هقولك ولو كنت انت راجل فكر شوف انا اعمل فيك ايه. لا وانت اصلك عملت كتير. ابوك قتل ابوي وانت قتلت اخوي. جه الوقت اللي هرد عليك وفيها ولا فخري. تشطر علي عشان مربوط. ده بدل ما تاخدني غدر يا ولد الفرماوي روح شطر على قتل اخوك. ما انت اصلك معايا من الدس من الكل. انا اوريك مين ده اللي هينداس على وشه ولد المسلم. محمود ما قتلش حسين. امال مين يا علي؟ ممكن اي حد. انا ما خبرش الجد ما خبرش شيء اصلا. وانا بقول لك لما اخويا عند الرمه ده وانا اجيبه منين؟ قلت لك كفايات حد. اسمع يا عوض انت لو ما سبتش محمود يعود انا هفوت على المركز وانت خابر يا عاد. وانا مش هقول مطار واشيل العار يا علي. لازم اشتغل غيري وغير امي. واني عملت اللي عليا وحسرتك يا عم دمك